السلام عليكم، شوكم شباب؟ كما عودناكم طبعا كل شيء من مركز انوار، كل شيء جديد وحصري. اليوم جايبيكم كاميرا حراريه. طبعا هي مو جديده، جديده بس ككاميرا حلوه ومرتبه وتحتاجها بهواي شغلات، طبعا احسن من الرزينه. طبعا نقول احنا زين، اليوم راح نشرح لكم عليها. عندنا هذا البورد بي شورت، نقدر نشوفه هسه بالكاميرا، راح يطلع عندنا. نطب هنا على البرنامج، برنامج مالته باوسة، هاي ديناتي. أنا هسه الجهاز بي شورت، نقدر نفحصه. الكاميرا هو جهاز واقع بالماء طبعا. هسه يبين عندنا، طبعا هي بيها اوبشنات هواي بس اشرح لكم عليها ان شاء الله. راح يبين عندنا هسه الشورت هنا، اوكي يبين عندك هنا. شوف طبعا تقدر الماوس تحركه تخليه على المكان اللي يشرد، حتى الحراره يساعد لك اياها، يساعد لك اياها فول هذا كلش. حتى فان يسمنا نزل بي اوبشنات هواي طبعا، نقدر نشوفها. هذا يطلع لك صوره البورد، طبعا هي بيها تحكم منها همين، تقدر تزوم يعني توضح الصوره هنا، الصوره من جوا طبعا. اسرع لكم اياها اوبشنات طبعا بيها تبوع، تقدر تزحف البورد تطلع بورد يعني خيال البورد. باشن قام يحمي عندي خيال البورد، هذا هيك طفيت. تقدر تزحف منها يعني تصعد وتنزل عادي. تلقائيا من هنا هم ترجع تلقائي، دوسه هو يرجع تلقائي من هنا. اوبشناتها يعني عادية، هذا ما عندك شيء بها. هذا تقدر تقص صورة طبعا، انت اذا عندك شو اسمها صورة من هنا تقص صورة وتخزنها يعني بالحاسبة. هنا ارجع تلقائي، شيء حلو مرتب، نقدر نبحث عليه برنامجنا. بور سبلاي، انا خاله طبعا على 3 امبير، فول راسا صعد فول، راسا صعد فول. طبعا هو جهاز واقع بالمي برطوبة، اثر رطوبة بي. طفيته ان شاء الله تعجبكم. طبعا اهل الصيانة هواي يحتاجوها، شيء مهم. نقدر هنا حتى بيها تقدر الوان نزلها كلش، تقدر تنقص الالوان، تزيد الالوان. الاسر شورت بين هادي، هذا الابيض واسود طبعا. ان شاء الله طبعا كل شيء عندنا حصري مركز انوار ابل. نلتقيكم فيديو جديد ان شاء الله من مركز انوار ابل. طبعا عنواننا شارع الربيعي مجاور اسواق كل يوم، انوار ابل، مركز انوار ابل، قطع الغيار. شكرا.